إذن مشاهدينا الكرام متابعينا، هو لقاء الختام، لذلك نستضيف فيه شخصية ربما لها تأثيرها ولها ثقلها في بطولة النصر. يسرنا ويسعدنا في هذه اللحظات أن نستضيف على قناة خالد بازدان على اليوتيوب الأستاذ حسين سيقل رئيس فريق النصر ومؤسس فريق النصر. رحب فيك أستاذ وسعداء بتواجدك معنا. الله رحب فيكم وإحنا سعداء بكم بتواجدكم معنا، وهذا شيء يعطينا دافع للبطولة. ترى ما شاء الله الاهتمام والشيء اللي احنا شايفينه صراحة أحرجنا كلنا وأحرجتونا، أنه البطولة لازم تكمل من أفضل لأفضل بتواجدكم معنا باللقاء هذا. أستاذي، هل كان فريق النصر ليس جاهزا أو لم يعد بالصورة المطلوبة لهذه البطولة؟ مصيره يعني يرتبط بمباراة رابغ والأسطورة غدا. لا لا، مو حكاية أنه ما احنا جاهزين، احنا كان همنا في البطولة نجاح البطولة. بالنسبة لل هو توفيق، تأهلنا وما تأهلنا، بس كان همنا كيف ننجح البطولة، لأنه ممكن احنا ناخذ البطولة بس نلاقي انتقادات من الناس من الجمهور ان البطولة ما هي ناجحة او شيء، لكن نضحي بالفريق وما نضحي ب 31 فريق، عرفت؟ يعني احنا النسور لو ما تأهل ما تفرق معانا، هي كورة ممكن تتعوض، لكن انت في حالة كذا ما تأهلت وكسبت ود الناس، ان شاء الله دي تبين نزاهتنا، وان شاء الله احنا نزيهين وكل الفرق معنا كلنا ممتاز بالنزاهه. السادية بطولة أولى ثم ثانية ثم ثالثة والآن بطولة رابعة، وهذا مؤشر ودليل قوي على نجاح بطولة النصر دائما ودوما. هذه البطولة هل لاحظتم فيها أنتم كلجنة منظمة سلبيات في الدور التمهيدي بعد أن انتهى بمباراة المحترفين والمفاجآت؟ هل كانت هناك انتقادات وملاحظات وسلبيات في الدور التمهيدي؟ شوف، اي عمل ما يخلى من السلبيات، تمام؟ حتى لو انت ناجح 100% حتطلع لك سلبيه، فما اعتقد، ما احنا مو نقيم السلبيات، عارف؟ صاحب الشيء حتى لو هو ناقص الكمال لله يقول انا كامل، عارف؟ اي شيء صاحب ما يقلل من نفسه. فمعلش على السؤال ده، حتى لو في سلبيه اكون صريح معك، ما اقول في سلبيه. معلش يعني. إذن اللي قيمنا الناس مو احنا نقيم نفسنا. اذا انت تتحفظ من ناحيه السلبيات او ذكر السلبيات. مو حكايه، ما في شيء يخلى من السلبيات. طب انت سالتني على السلبيات، انا ممكن اجيب لك سلبيه لكن لو ذكرت على الايجابيه دحين اجيب لك 100 ايجابيه. عرفت؟ جميل. السادي، طيب اين الجمهور اليوم وينه؟ يعني مباراه قويه تجمع بين المحترفين تحدد مصير فريق يتصدر مجموعه ولا نشاهد فيها جمهور بالصوره المطلوبه، عكس يعني ما هو معروف عن جماهير الكره في جده. شوف، الله يسلمك، الناس تشبعت، عرفت؟ في كل البطولات، مو بس في بطوله نور او شيء، الناس تشبعت، فدائما يجوك في الحسم، عارف؟ يعني بالتلفون بلاك بيري يرسلوا بعض، عارف؟ يعني ما مو شرط انه يحضر، يرسل له زميله والله انتهت 1-1، والله انتهى التعادل. الناس تستمتع في خروج المغلوب، خروج المغلوب تجذبك، اذا فيها تعادل، فيها بلنتيات، فيها ضربات جزاء. فصدقني، مو بس اذا بتتكلم على الجمهور، مو بس على دورات الحضري، اذا كان في الدوري السعودي ما تلاقي ذاك الجمهور، عرفت؟ لكن جمهور اللي حتشوفه على مسؤوليتي بمجرد بداية أول مباراة لنا في دور الـ16. بما أنه سيحضر الجمهور كما قلت في دور الـ16، أنتم ماذا تعدون للجمهور من مفاجآت؟ أول شيء صراحة يعني معلش أنه أنا أتجاوزت، المفروض نقدم شكرنا لكابتننا طبعا اتحادي يعني وقائدنا كقائد النمور، ونتشرف أنه كابتن زي محمد نور يكون لنا شرف صلة بالكابتن هذا، انه النسور يعني ينتسب او انه بيننا وبين كابتن زي محمد نور بالعلاقة هذه. فاحنا الايجابيات او المفاجآت ان شاء الله، اول شيء الكابتن ما قصر معانا محمد نور من الثلاثة الدورات والرابعة ان شاء الله، رجال ما كان بيقصر، بيقدم جوالات، بيقدم اي شيء. فان شاء الله يعني اذا كانت في مثلا مفاجآت فالسنه دي نحاول نخلي مفاجات اكثر. العام كان في سحب، هي على جوالات، على بلازم، على الواحد يدور من احسن، من حسن لاحسن. فان شاء الله المفاجات حتكون افضل من السنوات اللي راحت. اذا الاستاذ حسين مؤسس فريق النصر، كنت متحدثا لنا عن اجواء هذه البطوله وكذلك عن بعض الامور التي تختص بفريق النصر، شكرا جزيلا لك. الله يسلمكم ونشرفكم بالحضور عندنا هنا، وان شاء الله ان شاء الله جيتكم عندنا هذه يعني صراحة
تحملتنا مسؤولية كبيرة. ليش؟ لأنه هذا اهتمام منكم. فقبل يعني كده الشيء اللي احنا شايفينه من اللقاء والاهتمام منكم يعني أجبرتونا دحين، إذا حتى لو في سلبيات إن شاء الله نتلافاها، لأن بنبان في أحسن صورة. ثاني شيء نتشرف بكم بجيدكم لملعب النسور. وبعدين بقول كلمة أخيرة، معلش إن كان أتجاوز، فريق النسور فيه لعيبة لعبوا في كأس العالم، مثل النسور، من سيد عويران، من محمد شلية، من وليد عبد ربه، يعني والحمد لله الآن عندي لعيبة في دوري زين لعبوا في الآن يشاركوا، اللي مع الرايد واللي في درجة أولى، تمام؟ فالحمد لله. واللي كمل أهمية فريق النسور إنه له وضعه واسمه، جيتكم هذه إن شاء الله، وألف شكر حبيبي. وإحنا لنا الشرف أستاذي، يعطيك ألف عافية. حياك حبيبي.